خلصنا الفيديو اللي فات بعد ما اشترينا شوية عقارات وهي مكان لطباعة الفلوس ومعرض عربيات مستنينا مهمات عندهم وعند فرقة لاف فيست والكولونيل كورتيز، فهنعمل ايه؟ ده اللي هقوله النهارده. ولو عايز تعرف اكتر عن القصة وتشوف اللي فايتك هسيب لك لينك للبلاي ليست في الوصف. تبدأ الحلقة وانت ماشي مقرر انك تروح للكولونيل كورتيز، فلما بتوصل بيقول لك ان بقى الفرنسيين عاملين له كمين وعايزين يخلصوا عليه، وعارف ان هو هيهرب فعايزك بقى تساعدني عشان اهرب بقى وكده، فانت بتقول له خالص ويبدأ يهرب. وفجأة بتلاقي الفرنسيين دول جنب العربيات وبدأوا يطاردوكم، فانت بالميني جن وبم خلصت عليهم كلهم، وبعدها بتروح تدمر المركبات اللي قدامك عشان تفتح له طريق، وبعدها بيجي طيارة بتخلص عليها برضو، وبعدين بيجي برضو طيارة حربية فانت بتخلص عليها برضو، وبعدها خلاص يبدا ان هو يخلع وبيقول لك انك تاخد بقى بالك من مرسيدس، فانت بتقول له بس كده انا هروق. طبعا انت عارف هو يعني فاهم ايه يعني. وبكده المهمه بتكون خلصت وانت بتاخد 5000 بول. بعد كده بتقرر تروح تشوف بقى مطبعه الفلوس اللي انت اشتريتها دي وتشوف هتشغلها ازاي. لما بتوصل بتلاقي راجل عجوز واقف جنب مكنه الطباعه وبتقول له بقى نطبع مجلات او جرايد وكده يعني، فقال لك انت غلبان خالص يا اسطى والله احنا بنطبع فلوس يعني. فانت بتقول له اوف ده مصلحه جامده قوي بقى دي. فبيقول لك بس عايزين نعرف نعمل الكلام ده ازاي بقى بنظام جديد. بيقول لك على واحد هتعرف منه مكان الشخص اللي هيقول لك على الموضوع، فانت بتقول له خالص يا حاج يا خلبوس، وبتاخد بعضك وبتروح على المكان، وبيبقى اللي هو الشخص ده هو كينت بول، فانت كالعاده بتديله على دماغه وهو بيقول لك على كل حاجه، فانت بتروح بقى على المكان اللي قال لك عليه، ويبقى الشخص ده موجود في سفينه، فانت بتقتل الحراس وبتطلع له فوق وبتخش له، وبعدها بتبدا تهدله وبتلطش له بالاقلام بقى، فهو بقى بيعترف بكل حاجه، وبعدها بتطلع وجاري بتهرب بره السفينه، وبتاخد عربيه وبتخلع على مكان المطبعه، وساعتها المهمه بتخلص وانت بتاخد 2000 بول. بعد كده بيتصل بيك سوني وبيقول لك بعد كده بتقرر تخش المطبعه عشان تخلص مهمتها، فبتلاقي الراجل اللي شغال معاك هو ولانس، وانت بتقول لهم تمام عصابه كورير دول انا هروح اهجم عليهم واقتلهم واخد البضاعه منهم واجي علينا خالصه، وما بتستناش حد اصلا يرد عليك وتروح على هناك، وبتبدا تقتل العصابه دي قبل ما الزعيمه توصل. لما بتوصل بتحاول تقتلها لحد ما بتنجح في ده، وبتاخد بضاعه وبتركب عربيه بسرعه وبتهرب من المكان، وبتروح لمكان المطبعه، وساعتها بيقول لك ان المكان خلاص دار وهيبدا يجيب فلوس بحد اقصى 8000 بول. وبعدها المهمه بتخلص وانت بتاخد 5000 بول. بعد بقى ما ظبطت البيزنس بتاعك، فانت بتقرر تروح لفرقه لاف فيست تشوف مين دول وعايزين ايه. ولما بتوصل كينت بول قاعد مع الفرقه وقاعدين بيغنوا وكده، ولما بتخش كينت بول بيعرفك عليهم، وبعدها بيقول لك انهم محتاجين مساعده في انك تجيب لهم شويه يخو عشان يصطبحوا، فانت بتقول له خالصه، وبتطلع على المكان وبتبدا تتحرك عشان تروح للمكان المطلوب، وبتروح بتدي زماره، فاللي بيبيع لك بيجي وبياخد منك الفلوس وبياخد بعضه وبيخلع من غير ما يديك الاخو، فانت ما بتسيبوش بقى وبتجيبه في شوال وبتاخد الاخو، وبعدها بيتصلوا بيك يقول لك بقى عايزين واحده تطلع علينا يا اسطى بقى انت فاهمني وكده، فانت بتقول له طبعا امال، وبتروح تجيب مرسيدس، قلت لك هيظبطها يا اسطى ما صدقتني. المهم بتروح تجيبها وبتاخدها وبترجع لفرقه لاف فيست، وساعتها المهمه بتخلص وانت بتاخد 2000 بول. بعد كده بتخش ليهم تاني، ولما بتخش ازيك يا اسطى ازاي امك وعامل ايه وكده يعني، وبعدها بيقولوا لك ان في واحد عارف عنهم كل حاجه وعايز يدمر فرقتهم، فهم عايزينك تخلص عليه، فانت بتقول لهم خالصه، وبتروح على المكان وبتلاقيه طالع وسط الناس زي الاهبل لابس كلوت كات وومن باين دي حاجه زي كده يعني، وبيقتل الناس وبيهرب، فانت بتركب عربيه وبتجري وراه وبتفضل تضرب عليه النار لحد ما بتفجر العربيه وبيموت، والمهمه بتخلص ساعتها وانت بتاخد 4000 بول. بعد كده بيتصل بيك باولو وبيقول لك انهم عايزينك تروح لصاحب عصابه الدراجين كده، وعايزك تعطف وتلطف معاه علشان ايه يبقى في ظهري، انت بتقول له خالصه، وبتروح على الراجل ده، ولما بتروح بتسال حاس على مكانه فبيشاور لك عليه، وبتلاقيه بيلعب بلياردو، فانت بتبدا تكلمه وبتحاول تقنعه يبقى معاكم وكده، فبيقول لك انهم عيله مع بعض ومش اي حد يخش بالسال كده، فعايزك الاول توريني نفسك وقدراتك في السواقه بره. انت بتخرج وبتاخد موتوسيكل من اللي عندهم وبتخش السباق، وطبعا بيبقى سباق تافه جدا يعني، وبتكسب وساعتها المهمه بتخلص وانت بتاخد 2000 بول. بعد كده بتدخل تاني فبيقول لك طلعت جامد يا اسطى، فانت بتقول له حاجه بص انا بيه ابن البيه، فبيقول لك بص اختبار اخير وساعتها ممكن نبقى في ظهر، وبيقول لك انه عايز يشوف قدراتك وقد ايه انت بيك خونس، وبيسخنك بقى عشان تطلع بره توري المدينه دي انت مين يعني وكده، فانت بتخرج وبيبقى مطلوب منك انك تعمل شغف في المنطقه لحد ما البار اللي في الجنب ده يتملى على الاخر، فانت بتعمل كده لحد ما بيتملى، وساعتها المهمه بتخلص وانت بتاخد 2000 بول. بعد كده تدخله تاني عشان يخلص بقى من مهمته دي، فلما بتخش بيقول لك جاي الدور بقى تعمل لنا حاجه عشان نردها لكم، فوان في واحد من عصابه تانيه سرق موتوسيكل من بتوعه وعايزك ترجعه له، انت بتقول له خالصه، وبتروح وبتاخد موتوسيكل واللعبه بتقول لك انك تمشي من على السلم ده عشان تروح من على السطح لان الباب الخلفي مقفول، انت بتعمل كده لحد ما بتخش المقر وبتبدا تخلص عليهم واحد ورا التاني، وبعدها بتخش تاخد الموتوسيكل وبعدها بتاخده وبتمشي من الطريق ده علشان الباب بيبقى مقفول، وبعدها هم بيبداوا يطردوك،
فانت بتخلع منهم على عصابه الدراجين، وساعتها المهمه بتخلص وبيبقى كده خلاص وافق انه يبقى في ظهركم، وانت بتاخد عن المهمه 4000 بول بول. بعد ما وافق بقى بتقرر تروح لفرقه لاف فيست عشان تاخدهم بقى على الحفله. فلما بتروح بيبقوا قاعدين متوترين لان الراجل المجنون رجع تاني وطلع ما ماتش وخايفين منه، وبيقول لك انهم عايزين حد ياخدهم للحفله بس حد يكون ثقه ومفيش حد غيرك نثق فيه. فانت بتقول لهم بس يا ولاد الهبل يلا، وبتاخدهم. ولما بتبدا تتحرك بتلاقي ان في قنبله في العربيه، والقنبله دي هتنفجر لو بطأت السرعه. فانت بتطلع على الطريق السريع وبتمشي فيه لحد ما بيبطلوا مفعول القنبله، وساعتها بتاخدهم لمكان الحفله وهوب هاي وكده، وساعتها المهمه بتخلص وانت بتاخد 8000 بول بول. دلوقتي اصلا انت بتدور على الخريطه ما تلاقيش اي حاجه تعملها حرفيا، فانت بتبقى هتعمل ايه وهتكمل تختم اللعبه دي ازاي؟ ده اللي هقوله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. قولنا بقى يا اسطى، بقول لك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ما عادش بقى حاجه يا اسطى على 500 مشترك، علي وشير والكلام ده. يلا ننام.